إلى التذكير بأبرز وأهم العناوين. محافظ صلاح الدين يؤكد من الضلوعية رفض المساس بالسلم المجتمعي، ويطمئن بتحقيقات موسعة لكشف المتورطين بمجزرة العباسية في سامراء. استكمال إجراءات نجاح زيارة الأربعين في بلد وسامراء، ومليون نخلة تنتظر الرعاية لتحسين إنتاج التمور في صلاح الدين. أزعمة وسنية في رئاسة البرلمان على صفيح ساخن جدا، والحزب الشيوعي يحذر من تفكيك هيبة مؤسسات الحكومة بالابتزاز والمساومات. الشركات الأمريكية تستعد للاستثمار الأكبر وإزاحة إيران عن سوق الطاقة بالعراق، وبيبي البريطانية تعود لنفط كركوك بعد 50 عاما. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.